بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ معكم مشروعنا اليوم بإذن الله بعنوان تكنولوجيا اقتصاديات سوق العمل، والخاص بمقرر اقتصاديات سوق العمل بإشراف الدكتورة ولاء رزق. بداية خلونا نتعرف على أهم المحاور التي سنتناولها اليوم بإذن الله. أولاً مفهوم الأتمتة، ثانياً إيجابيات وسلبيات الأتمتة، ثالثاً أسباب الاهتمام بالأتمتة، رابعاً العوامل التي تعترض نمو تطبيقات الأتمتة، وأخيراً مساهمة الأتمتة الذكية في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية. بدايةً مع التقدم التكنولوجي الرهيب الذي شهده العالم، إبان الثورة الصناعية وما أعقبه من تطور ونهوض في الآلات والمعدات، ظهر لدينا ما يسمى بمفهوم الأتمتة، والذي ألغى دور الإنسان لصالح الآلة. طبعاً تعد الأتمتة نتاج تطور فكري منذ القدم، يعني ليس مصطلح حديث. أخذ هذا المصطلح في الانتشار منذ منتصف ثلاثينيات القرن العشرين، وهو يعبر عن جميع العمليات التي استطاع الإنسان تسخير الآلات الميكانيكية للقيام بها بدلاً عنه. الآن خلونا نتعرف على مفهوم الأتمتة. ما هو مفهوم الأتمتة؟ يشير هذا المفهوم إلى انتشار التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والآلات والمعدات داخل بيئة عمل ما بالقدر الذي يمكنه إلغاء دور الإنسان بشكل كلي أو جزئي. على سبيل المثال، يعتمد الطيارون على الحاسبات أثناء قيادة الطيارات، أيضاً يستخدمها الأطباء لتشخيص بعض الأمراض، وأيضاً يعتمد عليها المهندسون لعمل وحفظ التصاميم. طبعاً للأتمتة العديد من الإيجابيات التي لا حصر لها. خلونا الآن نتعرف على أهم إيجابيات الأتمتة. أولاً تقليل التكلفة. جميع الأعمال تحتاج لزيادة الإنتاج والدخل المادي الخاص بها، لذلك تعد الأتمتة من البرمجيات الذكية التي تساهم في تقليل التكاليف. ثانياً الإنتاجية. تصبح الإنتاجية من الأمور المثيرة للقلق عندما ينمو الطلب على خدمات مؤسسة معينة، وتلعب عمليات تكنولوجيا المعلومات دور مهم في تقديم الأدوات اللازمة لزيادة الإنتاجية. ثالثاً التوافر. الميزة الرئيسية لنظام الأتمتة تتمثل في القدرة على أتمتة أنظمة الحفظ والاستيراد لضمان الحماية من المخاطر المحتملة لفقدان القرص الصلب أو لتلفه أو غيره من الأخطاء البشرية. وأخيراً الأداء. يمكن تحسين الأداء الناتج من الشركات عن طريق تحسين النظام المستخدم. طبعاً لدينا خيارين لتحسين الأداء. أولاً تحديث البرمجة أو شراء نظام حديث. بعد أن تعرفنا على إيجابيات الأتمتة، ننتقل الآن إلى سلبياتها. وأول وأعظم سلبيات الأتمتة استبدال العمالة البشرية بالآلات، وذلك يعني إلغاء دور الإنسان إما بشكل جزئي أو كلي. ثانياً تتطلب الأتمتة توظيف أشخاص لديهم خبرات كبيرة جداً. ثالثاً يوجد بعض الحدود لعمليات الأتمتة، ونرى هذا واضح في مجال المبيعات. عملية التواصل بين الموظف والعميل، الإنسان فقط هو من يستطيع أن يفهم مظاهر القلق والشكوك لدى الإنسان. رابعاً، لا تكون الأتمتة مرنة بإنجاز الأعمال كمرونة الأيدي العاملة البشرية. وأخيراً، تعترض البرمجيات المختلفة للأخطاء والفيروسات والمشاكل التقنية بشكل متكرر. طبعاً للحد من الآثار السلبية للأتمتة، يعكف الباحثون على تطوير ما يسمى بالأتمتة المرتكزة على الإنسان. تتيح الأتمتة المرتكزة على الإنسان الاحتفاظ بدوره في اتخاذ القرار والتأثير على النتيجة النهائية، بحيث أن الأتمتة في هذا الحال لا تلغي دور الإنسان بشكل كامل. الآن خلونا نتعرف على على أهم الأسباب التي تدعو للاهتمام بالأتمتة. طبعاً لا تقتصر الأسباب إلى الجوانب المادية فقط، بل يتجاوز هذا الأمر إلى جوانب أخرى، منها التأثير التلقائي بتقنية المعلومات من خلال تصنيع الأجهزة المتطورة،
وفاعلية الأتمتة في خدمة الوظائف والأنشطة الإدارية، وأخيراً أن الأتمتة جزء من التغيرات المصاحبة لظهور الحاسب واستخداماته الواسعة في المجالات كافة. الآن لدينا العديد من العوامل التي تعترض نمو الأتمتة. خلونا نتعرف على أهم ثلاث عوامل تعترض نمو الأتمتة. العامل الأول أن المؤسسات لا تعرف احتياجات العمل الحقيقية عندما يتعلق الأمر بتقنية المعلومات. ثانياً أن المؤسسات تؤجل الإقدام على الاعتماد على الأتمتة نتيجة لاعتقادها أن حجمها ليس كبير أو أن أسعار الأتمتة مرتفعة. وأخيراً القلق والخوف من فقدان الأنظمة الإلكترونية. ومن هنا يبدو أنه من الواضح تماماً أن المؤسسات بغض النظر عن حجمها أو في أي قطاع كانت، والتي لا تتبنى استراتيجية محددة المعالم للاعتماد على حلول الأتمتة، ستجد نفسها متخلفة عن ركض ثور تقنية المعلومات التي لا تنتظر أحداً وتستمر في التطور والتغيير. والآن خلونا نتعرف على مساهمة الأتمتة الذكية في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية. طبعاً أظهرت بعض الأبحاث العالمية أن المملكة العربية السعودية لديها فرصة عظيمة لدفع الإنتاجية التي تقودها التكنولوجيا خلال عمليات نشر الأتمتة الذكية بحلول عام 2030، وذلك من خلال عدة عوامل. أهمها أولاً اعتماد الأتمتة الذكية بنسبة 50% من قبل المؤسسات في جميع الأنحاء، وثانياً العمل على تقليل اعتماد المملكة على النفط وتنويع اقتصادها، إضافة إلى تطور قطاعات الخدمات العامة. يقول فيصل الرشودي رئيس قسم الرقمنة والأتمتة في بنك الجزيرة: الأتمتة الذكية ستكون بمثابة قوة عاملة افتراضية تنفذ المهام المتكررة، مما يسمح للمؤسسات بإعادة نشر قوتها العاملة بمهارات محسنة وإنتاجية متقدمة. وبالتالي فإننا نعمل على أتمتة العمليات خلال اعتماد التقنيات الناشئة في الأتمتة الذكية للمساعدة في تسريع وتحقيق أهداف وغايات التحول لدينا بما يتماشى مع استراتيجية البنك. والآن خلونا نتعرف على نظرة المجتمع للأتمتة. طبعاً كان لعملية الأتمتة وقعها المؤثر بشكل مباشر على المجتمع، وبناء على ذلك ظهرت العديد من الآراء، منها آراء تطالب بتطبيق الأتمتة على نطاق واسع، ومنها آراء أخرى ترفض تطبيق الأتمتة. طبعاً الأصوات التي كانت تنادي بتطبيق الأتمتة استندت على فوائدها الاقتصادية والصحية والترفيهية، ومن أهم فوائدها كما ذكرنا ساهمت في رفع الإنتاجية وأيضاً إحلال عمليات النقل والمناولة الآلية. أما من رفضوا فكرة الأتمتة فكانوا يعتبرونها ضارة بالحياة الأسرية، لأنها أكيد أدت للاستغناء عن الكثير من الأيدي العاملة وتسببت في انتشار الفقر والبطالة. وختاماً، تعتبر الأتمتة طفرة هائلة في ميدان التطور التقني، وبالرغم من هذا التقدم لا تزال الأتمتة محدودة في معظم دول العالم، ولا يزال الاعتماد الأكبر على الإنسان. كان هذا مشروعنا اليوم، تكنولوجيا اقتصاديات سوق العمل، بإشراف الدكتورة ولاء رزق. شكراً لإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.